عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. كنت تفكروا عم ناول القيتابة بالضبط، عملت لكم فيديو على السيارات الكهربائية، شنو هي آخر القوانين؟ ووقتها حتى اللي عملت مع الفيديو مازال ما كملش الإجراءات نتاع الأوراق نتاع السيارة الكهربائية، ونفس الكهرباء هذه وقت عملت عليها كانت ماتريكول أجنبية. اليوم كما قاعدين تشوفوا الكهرباء ولات تونسية، إي نعم سيارة كهربائية، معناتها ما جابهاش من عن طريق الوكيل، جيب عن طريق وحدك سيارة أنت شخصية وتولي تونسية. كيفاش الإجراءات؟ شنو هي الأوراق؟ هل ولات ممكن في تونس؟ وزاد وكيفاش تستعمل سيارة كهربائية في تونس؟ كل الأسئلة نتاعكم باش نجاوب عليهم في الفيديو هذايا مع نفس الشخص، وباش نحاولوا نلموا كل المعلومات بما يخص آخر قوانين بالنسبة للسيارات الكهربائية. قبل ما نبداو، اشتراكك في القناة مهم برشا، وحاجة أخرى، الفترة الأخيرة صورت لكم برشا كهرباء، برشا سيارات كهربائية، برشا منهم موجودين في السوق الأوروبي، ومنهم موجودين في السوق الشرق الأوسط والخليج، دونك خلي لك تو تصاور نتاعهم، إذا تعجبك واحدة منهم تنزل على البلاي ليست نتاع السيارات الكهربائية وتتفرج في اي كهرباء تحب عليها. ولا نبداو كيما قلت لك، اشتراكك في القناه مهم برشا، ويلا بينا دينا سخونه خلينا نطلعوا في الكهرباء. باهي كيما قلت لكم في الفيديو هذايا باش نحكي لكم شنو صار بعدك انت ما تفرجتش الفيديو السابق. في الفيديو السابق وقت حكينا على شنو الشروط باش تهبط سياره كهربائيه، مش عن طريق وكيل، انك تكون انت عندك فيك شروط خاصه وباش تهبطها من برا. دوك تنجم ساعه اولا على السلامه ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك مره اخرى في الفيديو. مرحبا بكم و... الجماعه اللي يتفرجوا الكل، مرحبا بهم. الكهرباء السيارة الكهربائية اليوم فريمون على مود. أنا أول كهرباء خصوصي دخلتها يعني بريفي. نعاود نذكر شوية صحيح بالضبط لي كونديسيون. أنا حبيت نجيبها في نطاق الفسير، مشيت للديوانة قالوا لي لا، رغم القانون ما يخولش باش تدخل كهرباء إلكتريك، على خاطر عملنا القانون ما كانش موجود الكهرباء الالكتريك. دونك باركونتر فما حل اخر يخول كل تونسي، هذا قانون من عام 94 يخول كل تونسي خرج من تونس اما غير ما يرجع لها في عام كامل، عام بركه يقعد عام برا ما يرجعش لتونس برا، اما غير ما يجي في العام هذاك مهما كان، عنده الحق يجيب كهرباء ويخلص عليها ديوان الكل. القانون هذا حتى ما تبقى خاطر ديوانه كيما نعرفش كان تعرف ولا ما بين 98 و 457%، دونك بيرسون نيتي انتريسي. القانون الماليه نتاع 2022 خول باش الكراهب الكهربائيه ما يوليو يخلصوا كان التي في نحى الدوغدوان اللي كانوا 30% وما كانش فما هو دوغد كومبونساسيون، دونك قعدت كان 19% اللي هي فريمون ماهيش 19 على خاطر القانون التونسي يخول اللي ماهوش اسوجيتي للتي في ا يزيد على التي في ا 25%، دونك يجيو 23.75%. دونك اللي باش يهبطها يخلص 23.75%. يخلص 23.75% من الديوانه مهما كانت لوريجين نتاعها، تنجم تكون من امريكا ولا من الصين ولا من فرنسا ولا مهما كانت الماركه نتاعها. اما المهم تكون كهربائيه. يلزم تكون 100% كهرباء، مش اي مش هجين ابريد، مش هجين معناتها ايسونس والكتريك. فوالا ابريد فيها قانون اخر، اما ما تدخلش في الحكايه هذه نتاع الانيولاسيون دي دوغ دوان. هي خاطر الكهرباء 100% الكتريك، هي على خاطر الحكايه يشوفوا في ليميسيون تاع السي او 2. فوالا اكزاكتومون، عملوها باش يسهلوا لامبورتاسيون وباش ينقصوا في الكونسوماسيون تاع تو سكي كاربورون فوسيل، لوت كونتر لا بوليسيون، ريدكسيون دي ديفيز. دونك قانون هايل فريمون عجب لي برشا. ثانيا رخصوا، فما عندك لي تاكس دو بروميير ايماتريكولاسيون اللي يجي باش تخلص الكارت غريز اللي هي كانت اكثر من مليون بور اون بروميير كارت غريز، نحاوها ولا تتخلص تقول عليها تعمل ترانسفير. انا بيرسونالمون خلصت 230 دينار باش عملت الكارت غريز نتاعي. بغض النظر على الكهرباء معناتها. خاطر كهرباء الكتريك. اي بغض النظر على الكهرباء شنو ماركتها ولا شنو. عندك لي تاكس دو بروميير ايماتريكولاسيون نحاو، زاد فريمون القانون التونسي سهل برشا لامبورتاسيون دي فواتور الكتريك. دونك لهنا عندي سؤال، انت قلت 23.75%، من شنو بالضبط؟ من الفالور نتاع الكهرباء. الوغ هذا سؤال هايل، على خاطر انا صارت شويه مشاكل في لا ديتيرميناسيون دو لا فالور. الديوانه هي اللي تعطي لا فالور دو لا فواتور. نورمالمون نقول القايل نمشيو على فاتوره. فاتوره ثبت فيها الديوانه، خاطر فما دي فاكتور ترافيكي. تنجم الديوانة تثبت فيها كان صحيحة ولا لا، تنجم تصل بالكونسيسيونير، تنجم تثبت في الأرغوس وتمشي على الفالور نتاع الكهرباء غير. مالوغوزمون أنا في كهربتي جو نو با يو سيت شانس، على خاطر أنا عندي أون أودي كي 4 إترون 35
مشاو لي على الودي 40 اللي هي اغلى وتكلفت لي تقريبا 10000 دينار زايده. كتبت للوزاره، كتبت للديوانه باش يراجعوا الفالور هذه اللي تعطات. هذه المشكله الاولى اللي صارت لي. دونك لا ديتيرمينياسيون دو لا فالور ريست او ما دو لا دوان، دوان كي سو باز سور لاغوس نورمالمون. دونك هي الديوانه كي قررت السعر تاع الديوانه تاع الكهرباء مشات على حسب لاغوس نتاعها. فوالا حسب عندها لاغوس نتاعها، هي تعطي فالور، هي تعطي فالور، مش يمشيو سامبلومون على الفاتوره اللي جبها اللي جبتها ويعملوا لك الحساب. والفالور هذا معتمد على شنية؟ على الديوانة تاع أي كهرباء وإلا معتمد على القوة تاع الكهرباء ولا شنية بالضبط؟ هي لا فالور سي سولون لارغوس. مثلا نقولوا احنا نودي كيما تاعي يودي تران يمشيو لارغوس فرنساوي اون جينيرال يشوف السوم ينحيو له لا تي في ا بالضبط دو بيي تي في ا اوروبيان يل كونفيرتيس اون دينار تونيزيان وعلى حساب هذاك تخلص انت لا تي في ا. وهذه ستاندر لأي كهرباء يعملوها؟ هذاك يعملوها لكل كهرباء. هذه سي لا ديتيرميناسيون دو لا فالور، هذه حاجة. ثانيا لا بويسونس فيسكال. بويسونس فيسكال زاد كيف صارت لي مشكله. علاش؟ على خاطر فما قانون نتاع لو كالكول دو لا بويسونس فيسكال، فما اون فورمول كي اي فالابل بور لي فواتور دي تيرميك اسانس اي مازوت. فما فورمول جديده عملوها يا كلكو زاني في فرنسا، خاطر احنا نتبعوا فرنسا مالوغوزمون في الحكايه بويسونس فيسكال. خرجوا فورمول جديده، كهربتي انا 5 شوفو خرجت تخرج في فرنسا 5 شهور قوة جبائية. قوة جبائية خمسة زويل موجودة في الكارتو كريز، موجودة في تول لي بروسبكتوس في لاربوس في الدنيا الكل تلقاها 5 شهور. وعندي الفورمول وعملت الحساب نلقاها 4.93 اروندي ا 5 دونك بالضبط. مشيت للديوانة قالوا لي انت كرهت 11 شهور. قلت لهم علاه؟ قالوا لي خاطر الفورمول اللي نمشيو عليها هي الفورمول هذه، فورمول نتاع الكالكول تاع الكهرباء الترميك. الكهرباء الترميك. قلت لهم ما يجيش. قالوا لي احنا ما نجموش نطبقوا عليك اون فورمول اللي القانون التونسي ما يخلوناش باش نطبقوه. قلت لهم مالا، دخلوا الفورمول. كتبت كيف لوزاره الماليه، كتبت للديوانه، قلت لهم فوالا راهي فما فورمول جديده لازم نطبقها. هاني نستنى لليوم مازالت ما قبلوهاش الفورمول تاع لو كالكول دو لا بويسونس فيسكال سبيسيفيك او فواتور الكتريك. دونك ماذا بيا كان جماعة الديوانة يسمعوا فيه ماذا بيا يطبقوا، وماذا بيا لي كونسيسيونير على خاطر هذاك اش قالت لي الديوانة، الكونسيسيونير ماذا بينا زاد يعاونونا خاطر صارت لهم مشاكل. اون بورش تايكان مثلا في تونس توصل 26 شوفو. علاش؟ على خاطر كالكولي سور لا بويسونس دي فواتور تيرميك اللي هي نورمالمون يظل 11 ولا 15 ولا 16، ان توكا ماهيش 26 شهور. دونك باش نحاولوا نختصروا الحكايه، دونك كيفاش تجيك سياره كهربائيه يحطوا لك الكيسونس فيسكال تاعها على اساس سياره ايسونس ولا مازوت، مش على اساس سياره كهربائيه، على خاطر مازال ما عملوش فورمول للفواتور الكتريك. بالضبط، مازال ما طبقوش الفورمول هذه جديده، لازم يدخلوها في القانون التونسي. وهذه على شنو تاثر؟ تاثرنا على لاسيرونس وتاثر. شنو التاثير؟ ما فما حتى تاثير على الديوانه، خاطر الديوانه ما تمشي كان سور لا فالور بور لي فواتور الكتريك، بور لي فواتور تيرميك تمشي على السيلندري. Par contre, la puissance fiscale تطبق على الفينيت وعلى الاسيورونس. هذه تأثر عليها بالضبط. الفينيت فرق ماهوش كبير برشا، أنا عداوها لي 11 شوفو نخلص 235 دينار. كان عداوها لي 5 شوفو راني خلصت 140 130 دينار. أما تو يجيك واحد يقول لك أنا كرافتي قوية برشا شنو نجيبها؟ يحطوا لي 20-26 باش يخلص 3 ملايين. باش يخلص فما ليميت هذول في البيسونس فيسكال، هذول مليون ونص ولا حاجة هكا. مي حرام معناها باش ما نطبقوش فورمول جديده. مادام نعاونوا في الكهرباء الالكتريك لازم الناس الكل تعاونها، الناس الكل لازم يعاونوا، فهمني؟ ما فيها حتى شيء، نطبقوا فورمول موجوده، ماناش نخلقوها احنا، فورمول موجوده هكا عندكم تلقاوها حتى في انترنت، اكتب كالكول بويسونس فيسكال فواتور الكتريك تخرج لك الفورمول. اي وبالنسبه تو لاسيرونس. والاسيرونس كيف لاسيرونس تمشي على حاجتين، هي لا فواتور لا فالور دو لا فواتور قداش انت تحسبها 150 200 الف دينار ويحسبوا زاد كذلك لا بويسونس فيسكال. دونك مهم زاد باش تنقص في المصاريف باش يلزم البويسونس فيسكال لازم نعملوا له حساب بالفورمول نتاعها.
ده. طيب وبالنسبة لحاجة أخرى، طيب بالنسبة ديك تقعد عامل برا، عندك الحق تجيب كهرباء واحدة. كهرباء هذا في حياتك كامل عندك الحق كهرباء كهرباء، أما دي ما عندش دخل بالفسير. لا ما عندها حتى دخل بالفسير، والكهرباء هذه تولي تونسية وعندك تتصرف بها، تخليها ولا تبيعها، ما عندك حتى مشكلة. المفيد يلزم اللي يجيبها عدى عام برا، أما غير ما دخل عام كامل. بالضبط. وبالنسبة للفسير عملوش قانون جديد كيف؟ القانون الجديد قبلته الديوانة، ريت أنا بيدي واحدة الدكري اللي يحبوا تخرج الديوانة، مالوغوزمون ما تعداش في مجلس النواب، دونك قعدت السيتواسيون بلوكي. ان شاء الله ان شاء الله زادا كيف كيف القانون هذا يتبدل ويخول جماعة الفسير يدخلوا كهرباء. بون لافونتاج ماهوش قوي برشا، كان اذا تحب تخليها اون ريجيم اف سي ار نونتي ارس نونتي، سينون بون باش تربح باش تولي تخلص الربع نتاعك ال 20%، تولي تخلص 5%، فهمتك، تولي تونسيه. باهي، دونك كهرباء ولات تونسيه. وقداش قعدت وقت الاجراءات هذه؟ انا جريت كاول سياره قعدت 7 شهور. 7 شهور. 7 شهور على خاطر حبوا الديوانه حبت تثبت في القانون، قعدت باتصال بوزاره التجاره، مشاو وجات، مشيت وجيت، تبعت قعدت دونك 7 شهور. 7 شهور بعد ما قعدوا الديوانة يعني. تو بالنسبة لواحد جديد تو مش يعاود يثبت معاه؟ لا مش في عاود 7 شهور تو. شي يلزم واحد يجيب كهرباء، أول حاجة يمشي للديوانة، مش جيشي يونيك، يمشي مثلا كان يسكن في تونس يمشي للتونيس بور نهج حسين بوزيان، يصب الدوسي نتاعو. الديوانة شنو باش تطلب؟ باش تطلب فيش دو موفمون. اول حاجه فيش دو موفمون، فيش دو موفمون هذيك هي تطلبها للوزاره الداخليه اللي جابها في 48 ساعه هذيك غابي. بعد باش تطلب ورقه من عند الكونسيسيونير الوكيل، الوكيل في تونس باش تقول له هذه الورقه هزها، باش يحط لها هو باش يجاوب على سؤالات موجودين، لا سيلندري لا بويسونس وكل شيء. اما هنا عندي سؤال، انت توتي كهربتك اودي وعندنا اودي في تونس، مثال اللي يجيب كهرباء ما عندناش الوكيل تاعها في تونس، هذيك تولي مشكله. يولي هو يبعث الكونسيسيونير برا ويشوف مع الديوان، هذيك ما نعرفش كيفاش تصير الحكايه هذه. دونك من هناش نفهم اللي من المستحسن تجيب كهرباء عندنا وكيل في تونس على الاقل. نرجعوا للسؤال هذا نتاع حكايه الكهرباء، شنو الانواع اللي تنجموا تجيبوهم؟ بعد سهلوا لي سؤال نعطيك نصايحي، فهمت؟ دونك الوكيل، انا الوكيل مشيت دار النقل في تخلص 130 دينار ظاهر لي، ترجع لك الورقه في بلي فيرمي، تهزوا للديوانه بعد تقريبا 24 ساعه. هذه الاجراءات الثانيه. الثالثه الديوانه الجيشيه هذه تاع تونس بور تبعث الاداره العامه باش تعطيك لافالور وتعطي لا بيسونس فيسكال. هذيك زادت نجم تاخذ نقولوا 3 4 ايام انت والموديل وانت والخدمه اللي يحبوا يعملوها. دونك نجم نقولوا اللي في جمعه تنجم تتم العمليه في جمعه باهي. فوالا من بعد اون فوا عطاك الفالور تمشي تخلص الديوانه تاعك، تخلص سوا في الكاسه، سوا تعطيهم شيك سيرتيفيي، سوا تمشي للبوسطه تخلص في البوسطه وتمشي تعمل اساس ما هي ايدنتيفيكاسيون. شنو هي بالضبط؟ معناها اسمها ايدنتيفيكاسيون، تعريف؟ لا تمشي للسيرفيس دي مين باش يثبتوا لك الكهرباء هي معناها كونفورم. اه فهمتك، باهي تطابق معناتها. فوالا تمشي تهزها يعطيوك ورقه، فهمتني؟ هذاك الكل اون فوا خلصت الديوانه تمشي يعطيوك اوتوزياسيون باش تهز للسيرفيس دي مين. سيرفيس دي مين تمشي تخلص قبل الفينيات، لازم تخلص الفينيات وتذكر هبتك أربع ساعة يعطيوك كارت غريس تبارك الله ولاو خدمة العادة في الوزارة. معناتها الحكاية نجم نقول تشد 10 أيام ماكسيموم. ولا مثلا ماكسيموم 10 أيام تنجم تخرج منها. بالضبط. نرجع لتو التالي شوية، قبيل سألتك على كيفاش واحد يجيب كهربته من برا. مثلا واحد عايش في فرنسا. لو يجيب كهربته من برا عندك برشا حلول، كان يبدا في أوروبا ماذا بيه يجيبها باغ فيري، معناها يجيبها من جين ولا من مرسيليا، ينجم كيف كيف زاد يبعثها على كونتينر تتكلف له اغلى. هذا اذا من امريكا الشماليه من امريكا ماذا بيه يبعثها كونتينر تتكلف ما بين 4000 5000 دولار. ينجم يبعث زوز كراب مثلا، يتفاهم زوز من الناس زوز كراب في كونتينر، ينجم يبعثها تتكلف اقل شويه، فهمتني؟ فوالا دونك جيبانها مش مشكله، ويدخل بها لهنا ديريكتومون نهارتها ولا من غدوه يمشي للديوانة يصب دوسيه و نورمالمون جمع 10 ايام يتم العملية. فهمتك.
به. وقبل قلت لي ارجع لي للسؤال نتاع كيفاش تختار الكهرباء. الو اختيار الكهرباء عندك بون برشا ماركات، الماركات اللي معروفين اكثر اليوم واللي بيعوا فيهم اكثر هما الماركات الشنوة، اهي عندك ام جي، عندك بي واي دي، على عندك فكره ايه سمعني قصت عليك، صورت لكم الام جي زد اس الكهربائيه الجديده والام جي 4 اللي هي كهرباء هايله ورخيصه. 4 هي رخيصه برشا، وفي اوروبا مع رسمي بالضبط عامله منافسه بها برشا، صورت لكم زد ثاني تفرجوا فيهم اللي موجهين للسوق الاوروبي. وعندك زد في سكاي ويل، هي. سكاي ويل دي ماركه مش قديمه برشا، زد الكتريك موجوده في الشرق الاوسط وموجوده في رومانيا ظهر لي، اما في اوروبا اللي مش موجوده في فرنسا وكل كان اوروبا الشرقيه. وشنو اخر قلنا لنا بي واي دي، بي واي بي دي واي دي اللي هو اكبر من اكبر مصنعين ولات موجوده في كهرباء فرنسا الكتريكه، والمانيا. صحيح موجوده في فرنسا. عندنا الكهرباء الالمان، عندنا فولكسفاجن لا سيري اي دي، اي دي 3، اي دي 4، اي دي دي 3 5، صورت بيانتو اي لكم. دي 2. اي وشان عندنا اودي، عندنا الاودي كيو 4 اترون، عندنا الاودي كيو 8 اترون، عندنا الاترون، بيانتو عندنا الكيو 6 باش تخرج. مثال ناخذ مثال، مثلا واحد يحب يهبط كهرباء كيف بتاعك بالضبط؟ استنى كمل في صالة الكراب. دونك عندنا الالمان، عندنا الفرنسيس، عندنا داسيا سبرينغ اللي هي من ارخص الكراب، تقريبا 15000 يورو وباهيه، عندها اوتونومي باهيه وممثله في تونس. عندنا فولفو لا او سي 30 اللي باش صحيح. تخرج، اللي باش تخرج منها سبتمبر، كهرباء هايله. عندنا الميغان اوتيك كي تون تري تري بون فواتور اوسي. عندنا الفيات 500 او اهي وبيانتو صورت لا لكم فيات زاد هذيك. 600 اهي باش تخرج، زاد لا فيات 600. عندنا لا او 2008، لا او 208 عندها بيجو، زاد عندها كرابين، وال او عندنا 2008 رونو بيجو، عندنا لا كوبرا، كوبرا اللي باش تولي 100% الكتريك كلها. تسلا انا ما ننصحهاش، هي كهرباء هايله رخيصه، رخصوا فيها برشا. ما ننصحهاش على خاطر ما فماش ممثل هوني، ما فماش كونسيسيونير، ما فماش دار. دونك هو خمس رونو معلش خاطر تسلا تسحق دي ميزاجور دي دونتروتيان، دونك اذا باش تحل ترجعها لفرنسا اخر حاجه والمغرب، خاطر فما دي ميزاجور لوجيسيال اللي ما تنجمش تعملهم على خاطر عندهم ان سيستيم دو او سيم اللي ما فماش كومباتيبيليتي في تونس، ما فماش رومينغ مع تونس، دونك مستحيل باش تحطها تعمل ميزاجور. وثانيا فما دي ميزاجور ميكانيك، مثلا باب التلاني ما يسكرش بالكدا، صارت هكا دي فو دو كونسيبسيون، يلزمك ترجعها للدار باش يريقلوها لكم. كان هو مستعد باش تخلص عشاك كل مره 3000 دينار باش تهز المرسيله وتزيد فقط تستنى، ولا تهز النابل ما عرفش حتى كان نابل عندهم وقتها فبها. اما فرانشمون مادام ما عندناش ممثل في تونس ما ننجحش التسلا. القوس كان باش تجيبها السياحه تدور بها شحال سنه هذاك، واخا تجيبها السياحه ما فما حتى مشكله. ما فما حتى مشكله، ودايوغ ما عرفش كان باش نحكيو على لي شارج. اي ذاكم في فيديو اخر نحكيو كيفاش تونسي يعيش بصحة سياره كهربائيه، اسكو سي بوسيبل ولا باهي. دونك فوالا، دونك لو شوا تاع واحده تاع الكهرباء انت والبودجي نتاعك بالضبط. وخمم ديما يلزم يكون عندنا ممثل في تونس، تختار دار اللي موجوده صحيح. اللي هي او سي بيان ستيرونتيس، سواء ام جي، سواء نابل، سواء مش مهم الموديل موجود، المهم الوكيل موجود. فوالا الوكيل موجود، وحتى الموديل موجود. باش نعطيك مثال تاع لو دي كي 4، صارت ميزاجور تاع لوجيسيال تاعي، هزيتها لدار النقل قلت لهم نحب نعمل ميزاجور، دخلوا على الاورديناتور قالوا عندك الحق موجود اللوجيسيال اما ما عندناش اكسي. اتصلوا بالدار نستنى في الجواب نتاعهم، ما ينجموش يعملوا لي ميزاجور نتاعي. خاطر قالوا لي خاطر احنا ما نجيبوش في الموديل كي 4. دونك كذلك دونك اي من المستحسن الموديل يكون نفس الموديل موجود لهنا باش واش ناقصين شويه توا مالوغوزمون، هذه سي ان دي ديفو اليوم، هما لي ميكانيسيان سبيسياليست دون ليكتريك بالضبط، على خاطر مطلوبين برشا. وحتى فما ديار لهنا كي اون فورمي دي تكنيسيان، بعثوهم لبرا خسروا عليهم كل شيء، من بعد مشاو لاوروبا دبروا خدمه في اوروبا. كفاءات السير الكهربائيه والهجين منعدمه، شبه منعدمه في تونس فوالا. حتى اللي يبدا يعمل فورماسيون يلقى خدمة برا، يمشي يعملوا له كونترات ويمشي يخدم برا، هذه مشكلة كبيرة. دونك بالنسبة توا لموضوع الأوراق، دونك من المختصر أنت قداش عندك من اللي حولتها تونسية؟ أنا حولتها في عام في جانفي من السنة 23، معناها لي
سبع شهور تقريبا سبع شهور. دونك ترجع تو واحد تونسي يتفرج فيك يعيش لبرا ترجع أيه؟ اني هبط سياره كهربائيه ولا يمشي يختار واحد ليسون؟ لا انا نشجع 100% باش يجيب كهرباء كهربائيه. علاش؟ على خاطر اولا السؤال الاولاني الاولاني اللي يسالوني كيفاش تعمل في الشارج؟ اي هذا باش نحكيو فيه من بعد. ليش تو انت تشجع معناتها الكونسيبت تاع انه سياره كهربائيه مش ليسونس؟ انا نشجع سياره بشرط انه يكون عنده عمره وحش تونس بالضبط. مش موضوع الفسير، موضوع الفسير هذيك حاجه لا ما يدخلش الفسير. ونجم يسال واحد سؤال يقول لك تو هذه جبتها كهرباء عام الفسير ما يتنحلش، نجرب نجم نجيب كهرباء اخرى نزيد للفسير. الفسير تنجم اي بيسير تنجم اي معناتها واحده للعام وواحده للفسير بالضبط بالضبط. دونك نتصوروا فيها ولسه بالنسبه للحكايه هكايا و يعطيك الصحه على المعلومات هذوما. دونك ان شاء الله تكونوا انتم استفدتوا وان شاء الله تكون جاوبتكم على اسئلتكم. ديجا الفيديو تاع عام اللي فات عمل برشا عدد مشاهدات وبرشا فيكم سالوني دي زيميل دي ميساج واتساب يجوني ديما وبعث لك حتى دي زابوني يحبوا يسالوك. واذا عندك اي سؤال اخر خليه لي في التعليقات وممكن زيد نعاون الناس في المره اخرى ونجاوبهم. ما عندي حتى مشكل. يعطيك الصحه هذا برسمي كي نعاونوا بعضنا وكل خاطر كما قاعد تشوف الحكايه عباره مغطيه في تونس. بالضبط. فما شويه ناقص هكا ما نحسش في فولونتي قويه برشا من الناس الكل. فما شكون يحب فما شكون يبلوكي شويه فما شويه كونسيرفاتيزم مالوغوزمون ما يعرفوش كيفاش باش يتقدموا في الحكايه هذه حكايه ريزو الكتريك. فما شويه مشاكل مازلنا ما حلناهاش. وتو حاجه اخرى مثال هو عنده سبع شهور يستعمل فيها في تونس ولا حتى ممكن اكثر شويه. دونك تو باش في فيديو اخر اللي من بعده ممكن باش نحكيو كيفاش يعيش مع سياره كهربائيه في تونس. دونك كيفاش تصير عمليه الشحن، اسكو يسرجي فيها في الدار، اسكو يلقى ديشارجور في الكيوسك وكل هذا كلش خليه للفيديو اللي من بعده واللي كان تعمل ابوني ان شاء الله زاد باش تتفرج فيه. ان شاء الله تكون استفدت وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. سلام.